موضوع هذا اللي أثير، أنا ضحكت بصراحة عليه، موضوع الدمبوشي. شو حكاية الدمبوشي يا النصر؟ السلام قولا من رب الرحيم. لا هو طبعا باختصار شديد يعني تاريخيا لما كان النصر هو المسيطر كانت هذه النغمة موجودة، يعني موجودة بين الجماهير وموجودة حتى في الإعلام. لما انقلب الوضع وسيطر الهلال الطرف الآخر يعني رد بنفس الموال. أنا أعتقد أنه في فعلا دمبوشي بين النصر والهلال. كيف دمبوشي؟ ولكنه دمبوشي فني. فني. وأضرب مثال لهذا الدمبوشي اللي هو خالق هذا الفارق الكبير في الفكر بين من يسيرون الهلال ومن يسيرون النصر بمثال بسيط جدا. يعني سالم الدوسري كان يتمرن في النصر زين تقريبا أسبوعين، وكان يتوسل أنه يسجلونه، رفضوا التسجيل. خرج وتمرن تمرين أظن واحد أو تمرين في الهلال، العين الثاقبة في الهلال رأت أنه هذا اللاعب موهوب فسجلته، ولم تسجله فقط وإنما سجلته بعد أيام أصبح نجم من نجوم الهلال، نجم من نجوم الفريق الأول في الهلال. في الاتجاه المعاكس أخذ خالد عزيز اللي خرج من الهلال إلى الشباب إلى النصر ليقدم كموهبة واعدة في المستقبل النصراوي. هذا هو الدمبوشي الحقيقي. من هو المدمبشون بين النصر والهلال؟ من هم المدمبشون إذن؟ المدمبشون الذين يديرون النصر والهلال، وهذا هو الدمبوشي المتبادل بينهم، واللي الجماهير للأسف الشديد مصدقته دون أن تفكر فيما يحدث أمامها على أرض الواقع. الواقع أن النصر يخطط للماضي والهلال يخطط للمستقبل. والساحر بكل